أعلنت لجنة بقيادة رئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى تقديم طعن للمحكمة الدستورية ضد تعيين مدير المركز القومي للمناهج عمر الجراي. قال مصطفى في مؤتمر صحفي بدار منبر السلام العادل أمس الاثنين إن تعيين الجراي مديرا للمركز القومي للمناهج يشكل حربا على الإسلام وخطرا يهدد الأطفال السودانيين، بجانب أن التعيين خطر على هوية السودان والدين لجهة أنه يستهدف عقيدة البلاد والقرآن الكريم. أضاف الطيب مصطفى: الجراي يستهدف منهج التربية الإسلامية لأن لديه مشكلة مع القرآن الكريم، لذلك فإن تعيين الجراي خطرا يهدد الأطفال وحرب على الإسلام. قال: هل يحق للجراي أن يقرر لوحده حذف القرآن الكريم من منهج الروضة؟ واتهم مصطفى الحكومة الانتقالية بشن الحرب على الإسلام بمساندة الفكر الجمهوري والشيوعيين. قال إن رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك ليس جديرا بالمنصب لحكم السودان لأنه لا يعبر عن السودانيين وهويتهم. اعتبر حضوره تأبين زعيم الجمهوريين محمود محمد طه استفزازا لمشاعر السودانيين. في السياق أعلنت المحامية فتحية عبد القادر إن العريضة الدستورية تحمل رقم 437 للعام 19 و2000. أضافت العريضة قدمها 80 طاعنا بينهم بعض أولياء الأمور بغرض أن تكون العريضة لأصحاب الحق الخاص. من جهة أخرى قال أستاذ الفلسفة السابق بجامعة بحري دكتور الباقر عمر السيد إن من أكبر الأخطاء التي وقعت فيها حكومة الفترة الانتقالية هي تعيين الجراي مديرا للمناهج باعتباره خطرا على عقيدة أبنائنا لأنها تبنى عقيدة فاسدة محشودة بالخرافات والأباطيل. قدم الباقر شرحا عن خطورة الفكر الجمهوري مؤكدا على أن كل ما جاء في كتاباته عن محمود محمد طه والفكر الجمهوري مبنيا على أقوال وإدعاءات محمود نفسه كما ورد كتاب الجمهوريين بين الوهم والحقيقة. للمزيد من التفاصيل عبر هذا الموضوع أرحب بضيفي داخل الأستوديو الدكتور الباقر عمر السيد أستاذ الفلسفة والمنطق بجامعة بحري، أهلا بك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، في البدء نريد بعيونك أن نقرأ يعني محمود محمد طه وملاحظاتك عليه بشكل مختصر. نعم، محمود محمد طه بدأ كرئيس للحزب الجمهوري، يعني جماعة الجمهوريين هذه كانت في بداية أمرها حزبا سياسيا ومنذ الأربعينات. وبعد ذلك كان قد سجن لعامين، وفي هذا السجن لعله اصطحب كتاب محي الدين ابن عربي، وهو طبعا من الكتب الباطنية التي تحمل الفكر الباطني، ولعله تأثر بذلك، وبعد خروجه من السجن تحول هذا الحزب إلى جماعة عقدية أصبحت عنده معتقداته الخاصة. أهم شيء في الفكر الجمهوري نظرية تعرف بنظرية الإنسان الكامل، اللي هي نظرية الإنسان الإله. الحقيقة الحاجة اللي قاعدة لاحظة كثير من الناس لما يناقش مسألة محمود محمد طه يتحدث عن هل محمود يصلي أو لا يصلي، هذا هو الأمر الشاغل، لكن الأمر الأهم من ذلك أن محمود محمد طه، ولعل كثير من الناس لا يعلمون ذلك، يدعي الألوهية بل يدعي النبوة. كيف نوفق بين ادعائه للألوهية وادعائه للنبوة؟ لأنه يؤمن بوحدة الوجود، حتى في فقرة أو في جملة يقول فيها: الداعي إلى الله في دعوتنا هذه هو الله. معناته يؤمن بوحدة. طيب كيف استطاع يعني رغم هذا الادعاء يعني يكون له حزبا ويجمع حوله نعم ناس يعني لأن يؤمنون بأفكاره؟ لأنه استخدم الأسلوب الفلسفي والباطني، ولعل هذا يخفى على كثير من الناس. يعني محمود محمد طه يستخدم مصطلحات، مثلا يقول لك السنة، أنت كمسلمة تعرف السنة هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريره. نعم. السنة عند محمود ليست كذلك، هي عمل النبي في خاصة نفسه. يعني يستخدم المصطلح مفهوم للمسلمين بمعنى ومفهوم لمحمود محمد طه ولجماعته بمعنى آخر. لما نقول أصول القرآن، أنت تفتكرين الموضوع عن القرآن وعن كذا؟ لا، أصول القرآن بالنسبة له هو القرآن المكي، وعنده هنا مسألة يعتقد أن القرآن المكي نزل في بداية أمره على مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، فعجز الناس ويعني بلغ شأوا لم يعني فاق مستواهم، فنسخ. والنسخ يعني محمود محمد طه يعني الإرجاء،
يعني هو يبطن ما يريد فيما يعرفه الناس. نعم. نعم. هو يظهر شيء. يعني الخطورة في هذا الفكر حقيقة. نعم. انت اذا قريت كتاب مثلا الرسالة الثانية او رسالة الصلاة. نعم. تعتقد ان هذا الانسان يعني تعمق في هذا الدين لدرجة عالية جدا. ولكن من خلف هذه السطور تختفي هذه النظرية الخبيثة وهي ادعاء محمود محمد طه للألوهية. فمثلا قال القرآن المكي نسخ ونزل القرآن المدني لهؤلاء لأنه هو في مستواهم. القرآن المكي يبعث مرة أخرى أو يعني ينسخ القرآن المدني ثم يبعث القرآن المكي حينما يأتي محمود وجماعة محمود محمد طه. الكلام ده أول كلام ما هو كلام محمود ده فيه خرافات كثيرة. أنا كأستاذ فلسفة أفهم إنه فيه خرافات كثيرة وفيه يعني كذب كثير. القرآن المكي من خصائصه أنه كان دعوة إلى التوحيد ومكارم الأخلاق. كيف ينسخ التوحيد وكيف تنسخ الأخلاق. مكارم الأخلاق؟ والقرآن المدني في جاء به يعني جاء بالتشريع. فلا شريعة بلا عقيدة ولا عقيدة بلا شريعة. ما في قرآن مكي ينسخ مدني ولا مدني ينسخ مكي، ده ابتداء يعني. لكن هو يسعى لهذه النظرية، يريد. والحقيقة لو تعمقنا أكثر، محمود محمد طه لا يؤمن بالقرآن أصلا. كيف؟ لأنه يعتبر القرآن موسيقى. دي نصوص. يعني أين ظهر ذلك؟ يعني موسيقى في يعني نصوص. يعني كيف عرف الناس أنه لا يؤمن بالقرآن وأنه لا يصلي؟ نصوصه. نعم. يعني عنده كتاب وأدب السالك في طريق محمد، وعنده كتب أخرى كثيرة منصوص على هذا إنه القرآن ضرب من ضروب الفنون. فأكثر من كده عنده نص ممكن يرجع له الناس يقول القرآن كما هو بين دفتي المصحف الصدر عن الإنسان الكامل. كيف استطاع أن يوثق يعني لهذه الأقاويل وأن تكون يعني واقع يمشي بين الناس حتى يطلع عليها الآخرون؟ هو ما يضع الفكرة كده بصورة واضحة طوالي. نعم. لا يأتي وكثير من الناس للأسف يا أخي حسع نحن نتداول مصطلحات. نعم. لا نعرف معناها. الآن يعني فصل الدين عن الدولة. نعم. العلمانية، واحد يقول لك علمانية، ما معنى علمانية؟ هو ما يعرفها. فنحن تعودنا هل دعا إليها؟ ما نتعمق في بحث المصطلحات. نعم. ما نتعمق في بحث الأفكار. يعني واحد خلاص محمود محمد طه الشهيد، محمود محمد طه كل الناس الشهيد محمود محمد طه. ما في واحد كده جلس ليدرس فكر محمود محمد طه ويتعرف على محمود محمد طه وعلى فكر محمود محمد طه. طيب نعم. أنا دار أذكر لك، أنا قلت نعم. لك هو نعم. يتحدث عن إنسان كامل. دي نصوص موجودة في كتبه بقول الله المشار إليه في القرآن بين دفتي المصحف هو صاحب الاسم الأعظم، هو الإنسان الكامل. القرآن كما هو بين دفتي المصحف قد صدر عن الإنسان الكامل. بعد ذاك يتكلم عن إنسان، بعد ذاك يتكلم عن إنسان كامل يقول فأصبح حيا حياة الله متكلما كلام الله إلى أن يقول وصار الله. ويقول ليس في دنيا الإنسان الكامل غير الله لأنه هو الله. ويقول الإنسان الكامل المسيح المحمد صاحب المقام المحمود هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. بالمناسبة لما طبعا حس الزمن ضيق، لو جينا يعني أنا عملت كتابي اللي هو اسمه الجمهوريون بين الوهم والحقيقة، لو ربطنا الكلام ده نلقى إنه هو يدعي أنه صاحب المقام المحمود. ليه؟ لأنه يتحدث عن سقوط التقليد عن الزور اللي بيحقق أصالته. وأول من ادعى إنه التقليد سقط عنه هو محمود محمد طه. ولذلك يقولون لك محمود يصلي صلاة الأصالة، صلاة لا كيف لها ولا كم، أصبح أصيل. في واحد من أتباعه قال له أنا بقيت أصيل، قام ألف كتيب اسمه التقليد والأصلاء والأصيل. قال الأصلاء اللي هم الجمهوريون يحققون أصالتهم في إطار تقليد النبي، ما يتركون التقليد، وترك التقليد لرجل واحد هو صاحب المقام المحمود، وهو الذي ترك التقليد، إذن هو صاحب المقام المحمود. فلما نجي في نص ثاني يقول وصاحب المقام المحمود الإنسان الكامل المسيح المحمدي هو بكل شيء عليم، معناته
هو الإنسان الكامل وهو المسيح المحمدي وهو بكل شيء عليم وهو الإنسان كامل زي ما جاءت النصوص التي ذكرتها لك الآن. يعني كما أسلفت يعني ما ذكر عبر النصوص الخاصة به في أن الله يعني هو الإنسان الكامل وغيره من الادعاءات. رغم ذلك يعني لماذا التخوف ولماذا يعني هل هناك وجود تأثير فعلي رغم يعني إعدامه من 35 عاما؟ لعدم وجود الوعي عند الناس هنا الخوف من هذا الجانب يعني لما يكون ما في وعي كامل. ولذلك يعني ليه نحن في المؤتمر الصحفي تحدثنا عن المناهج لسبب بسيط لأنه انت زي ما عارفة لو دارت تحدث أي تغيير في لابد أن ننظر إلى المناهج وإلى الإعلام وإلى المنابر. جميل تمام. فالآن الناس يعني كثير من الناس ما يعي حقيقة هذه الأفكار وما يعي حقيقة الذي يحدث الآن. خليك على مستوى الجمهوريين حتى على مستوى السودان في كثير من الناس ما يعي هذا. عشان كده في ناس يعني اتبعوا هذه الفكرة بلا علم واستخدم فلسفة عالية بالمناسبة. أنا أعترف بهذا. نعم. يعني لو قريت له كتاب يمكن يعني أن تدخل هذه الفلسفة في المناهج وتكون جزء من المنهج التربوي. ممكن هذه الفلسفة تدخل بنفس الصورة الأقنعة إنسان الشارع في يوم من الأيام لحظة دجيل. نعم. بتاع أولاد صغار. نعم. ممكن تتسرب كل هذه الأفكار تدرجا. نعم. ما مرة واحدة إلى أن يقتنع بها طورا من بعد الطور زي ما بيقولوا وبعد كده هو يؤمن بهذه الأفكار بدون ما يشعر. فأنت يعني ما تستغرب لو الولد أصبح جمهوري بالمناسبة. نعم. تأثير هؤلاء الجمهوريين يعني أنا ما بقول لك تأثير كبير على الإنسان الواعي المثقف ما عنده أي تأثير ولكن تأثيره على هؤلاء الذين يعني لا يبحثون ولا يدرسون ولا كذا يعني. نعم. فلمن أنا أقول لك حاجة دي قلناها في المؤتمر ليه القراي يعني والجمهوريون اختاروا هذا المنصب. أنا قلتها في المؤتمر الصحفي يعني هناك فلسفة من وراء الاختيار. أبدا قلت لو خير القراي وخير يعني الجمهوريون بين منصب رئيس الوزراء وهذا المنصب لاختاروا هذا المنصب. لماذا إذن؟ أيوة لأنهم يعلمون أن هذا هو هذه هي البوابة لنشر أفكارهم. نعم. يا أخي المنصب يتعلق بالتنشئة والتربية. نعم. جيل كامل هو حيؤثر فيه بأفكاره هذه. وطبعا زي ما شفتي وكمان يعني ده الاستنتاج مننا الواقع صدق ذلك. يعني الزول ده قبل ما يقعد في كرسيه كويس بدأ هجومه على القرآن. أنا قبل قلت لك لا يؤمنون بالقرآن بل لا يؤمنون بالدين. عارفة كيف؟ الإسلام الدين الإسلام اللي هو دين الرسول صلى الله عليه وسلم قال بدأت هذه الفكرة في الوثنيات القديمة ثم تطور ده الدين الإسلام ثم تطورت إلى الوثنيات المتقدمة ثم تطورت إلى ديانات التوحيد اليهودية والنصرانية وتوج ذلك بالقرآن الكريم. يعني بيعتبر هذا القرآن الكريم وهذا الدين بداياته وبيقول نبت في الأرض كما تنبت البقلة من في التربة. نعم. معناته هذا الدين أصلا ما دين سماوي هو يتبنى الحاجة اللي عملت زول لجنو تبنى الفكر الباطن القديم محي الدين ابن عربي وتلاميذه وعبد الكريم الجيلي وكل هذه الأفكار المنحرفة ومزجها بأفكار معاصرة زي الماركسية وزي الداروينية طلع من ده كله مزيج عشان كده خفية هذا الفكر على كثير من الناس بالمناسبة. طيب يعني عرفت الفكرة؟ نعم. خفيت عليه ده بقول ايه؟ بيقول يعني المجتمع المتطور حقيقة هو المجتمع الذي يحقق الديمقراطية والشيوعية ومشى أبعد من كده قال ولقد عاش المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم الشيوعية في قمتها. يعني هل هذا النص بالمناسبة أنا الكلام اللي قلته لك ده كله محقق بالنصوص. نعم. هل هذا الفكر اللي تتحدث عنه شفت عاش الشيوعية في قمتها هذه بيعتبر الشورى شيء متخلف ولذلك يعني ناسب الصحابة. هم يغلفون ما يريدون إيصاله بالنسبة للآخرين. نعم. عبر مقولاتهم. نعم. يعني حتى يؤمن الناس بهذه الأفكار. نعم. عشان كده هو من ذكائه طلع كتب فرعية يعني يتكلم رسالة الصلاة يقول لك الصلاة وتجويد الصلاة ومفروض تقيف كيف انت لما تقرأ كتاب زي ده في ناس كبار كيف يتحدث عن الصلاة وهو لا يصلي ما أصلا هو تحايل على هذا قال الإنسان يبدأ مقلد
ثم يجود التقليد. وده عنده يعني شريط مسجل بيقول فيه الكلام ده غير كتبه. فقال هو بدأ مقلد ثم جود التقليد حتى وصل درجة أصبح فيها أصيل. فلما يصبح الإنسان أصيل يترك التقليد. التقليد يعني مثلا بالنسبة للصلاة، الصلاة ذات الحركات هذه بكيفها وكمها، ويصبح له صلاة الخاصة التي يتلقاها من الله كفاعا، ما بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم. هو يصلي يقول، لكن صلاة ليس لها كيف ولا كم، يعلمها محمود نفسه بس، بينه وبين الله. نعم، وهو يدعي أنه الله، فكيف يصلي لله يعني؟ دي كلها تناقضاتها في هذه الفكرة. لأنه نعم. قبل قلت لك نعم أنه هو الله المطلق الإنسان الإسلامي. شفت سؤالك ده؟ نعم. لأنه قبل قلت لك يؤمن بوحدة الوجود. نعم. قال الداعي في دعوتنا هذه إلى الله والله، لأنه يؤمن أنه المخلوق هو الخالق. هل هناك تناقض كبير يعني تناقض فيما يقول؟ أيوة، لكن حاول يفك التناقض هذا بادعاءه لوحدة الوجود. طيب، هل وجود القراي يعني الآن في منصب الذي هو فيه يدل على يعني وجود الجمهوريين في المشهد السياسي الآن؟ نعم، يعني هل هناك وجود للجمهوريين في المشهد السياسي وفي الساحة السياسية بعد الثورة؟ بالمناسبة ما نضخم هذا هذه المسألة كثيرا. طيب، أنا أقول لك صراحة، كيف هذا الإعلام الآن؟ لأنه فعلا قدروا يسيطروا على الإعلام، وهم يتحدثون في الإعلام، واتيحت لهم مساحات كبيرة جدا. نعم. أنا اليوم اتيحت لي فرصة، أنت بتقول على تلت ساعة ونص ساعة. كويس. وأنا أعرف عن هذا الفكر يمكن ما لا يعرفه القراي نفسه. كويس. لكن اتيحت لهم الفرص وفتح لهم الإعلام، ففي زخم إعلامي عالي جدا، والصحف نعم. تكتب عنه نعم. والتأبين ومش عارف إيه، وفي التعليم العالي، وهذا والله شيء يعني قبيح جدا تفعل هذه الحكومة. أنا أكون واضح وصريح. نعم. هذا عمل يعني ضد الإسلام، كان يجب على هذه الحكومة أن تكون أكثر أمانة وتراعي يعني عقيدة هذا الشعب وتراعي شريعة هذا الشعب وما تتجاوز بهذا. طبعا أصبح الآن الجو متاح، يعني هذا يتحدث عن فصل الدين عن الدولة، وهذا يتحدث عن الخمر، وهذا يتحدث عن الوثنيين، وهكذا يعني. نعم. ولذلك الزخم الإعلامي ده أظهرهم في صورة بتاعت عددهم كبير. لا، هم عندهم عدد كبير، لكن بهذا الإعلام ممكن يؤثروا على شبابنا. ده الهم جاي من هنا، مش لأنه في أتباعهم كتاب. هم عندهم أتباع. هم عندهم أتباع، أتباعهم بسيطين جدا اللي أمروا بهذه الفكرة، لكن الخوف أن يؤثر بهذه الفكرة على أبنائنا. نعم. نعم. أنتم تقدمتم بطعنكم الدستوري. نعم. يعني ما هي مطالبكم في هذا الطعن، وتوقعاتك لمدى يعني قبول هذا الطعن؟ الطعن باختصار طبعا أخذت الجوانب القانونية، ودي المحامية نعم. أو القانونية هي تعرف الجوانب القانونية. نعم. خلاصته إنه ما هذا القراي لا يصلح لهذا المنصب. هذا المنصب لا يصلح له بالقانون يعني. نعم. بمواد، لأنه في حماية الطفل وفيه 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 في في مواد كثيرة. نعم. فتعيين القراي يتصادم مع هذا، يتصادم مع حماية الطفل ومع غيره. نعم. والله التوقعات بتكون صعبة جدا في الوقت ده، لأنه لما نتقدم طعن في الآن يعني تموج فيه وتروج لأفكار الحادية هنا وهناك. نعم. ما نقدر نتوقع ماذا يحدث. نعم. وأنا أكون معك صريح. نعم. حتى هذا المؤتمر الصحفي أردنا أن نعقده، أنا ما حتكلم صراحة. نعم. لكن في مؤسسة تتبع للدولة ورفضت، عشان كده نحن عملناه في منبر السلام. أنا ما منبر السلام. نعم. لم تتح لكم الفرصة. أنا ما منبر السلام. نعم. أنا أحد المسلمين الذين أنا ما عندي جماعة. نعم. ما عندك انتماء. وليه قلت الكلام ده في المؤتمر الصحفي؟ نعم. قلت لسبب بسيط، لأنه أي إنسان أصبح يتحدث عن حق يقول لك دي جماعة الفلانية. نعم. وهذا يتبع للنظام البائد. نعم. لا، أنا اسمي الباقر عمر السيد مسعود، درست أجيالي. نعم. لا أتبع لأي جماعة، ما أكره الجماعات، لكن ما انتميت لجماعة ولا جماعة شعبية ولا رسمية. الذي جمعنا هو حرصنا على الإسلام كلنا. نعم. كعلماء وكشيوخ وكذا. وعشان كده انعقد هذا المؤتمر، والعريضة وقع على زي 80 شخص. نعم. حتى الخبر الذي صدر في الانتباه أنا شايف فيه كثير من التعتيم. حتى الخبر الذي صدر في الانتباه كان فيه تعتيم، لأنه أبرز شخصيات يمكن تكون
مفهوم للناس انها هي تتبع لكيان معين او نعم. لجماعه معينه نعم. ولانه انا من تلاميذي وانا ادرس في المساجد وعندي قوافل وعندي مركز اسلامي وكذا نعم. يعرفون انه انا ما عندي انتماء فاخفى اسمي وانا المتحدث الرئيس نعم. كنت في المؤتمر لمده اكثر من ساعه بالمناسبه نعم. ما اورد ولا كلمه من كلماتي ولا أورد اسمي نعم هذا التعتيم وهذا التعتيم يدل على نعم. على ما على ما ورائه نعم يعني هذا دليل وإشارة نعم. على رفض هذا الطعن أو قراءة يعني سابقة لنتيجة الطعن الذي قدمتموه أيوة نعم. يعني هنا نجد تعاطف غير مبرر نعم. يعني نفس الشخص ده لو مسكته وقعدت معه ووضحت له الفكرة الجمهوري هو شنو نعم. يعني إذا في ناس كبار نعم ها بيعتقدوا انه هو شهيد يقول لك الشهيد كده نعم الى الان نعم بس لانه ما عندهم علم بهذه المساله يعني حتى في سؤال وجه لنا قالوا طيب اذا هذا فكر ضال الحكومه والدوله نعم. واحتفت به واحتفلت وابنت نعم. ما تفعل نعم. هل هذا معيار للحق كونها فعلت ذلك هذا باطل حتى للحكومه من هذا المنبر اقول لها الذي فعلته باطل نعم. لان هذا الانسان صدر في حقه حكم بالرده من محكمة في الخرطوم سنة 1968 ونميري حاكمه بالردة وبالمناسبة المنشور اللي قالوا عليه سياسي وقالوا اغتيال محمود كان اغتيال سياسي المنشور يتضمن فكره تماما دي ما عارفين الناس ليه لأنه قال في المنشور نحن نريد أن نبعث الإسلام في مستوى السنة أصول القرآن لا واحد عارف السنة إيه ولا عارف أصول القرآن إيه السنة أصول القرآن هي رسالته الثانية نعم يعني التعبين الذي وجده يعني من حوله من الأناس الذين يعني يؤمنون بأفكاره يعني هذا دليل قبول بالنسبة لفكرهم مش دليل قبول دليل تآمر على الإسلام في البلد دي لأنه ما ممكن يتواكب كل هذا هذا يدعو إلى فصل الدين عن الدولة وهذا يدعو إلى علمانية وهذا يدعو إلى يعني فكر محمود محمد طه أنا دار أعرف الفتوى اللي صدرت في حقه منعت نشر كتبه وكتبه ما فيها رقم إيداع أنا لما طوعت كتابي وزعته مجانا في المعرض حتى لا يلوث أفكار أبنائنا منعوا الكتاب ليه حجتهم إيه قالوا ما فيه رقم إيداع كتابك أنت؟ كتابي أنا قالوا ما تنشره ورغم الرجل ده كان بيطبع فيه ورغم الإيداع كان في طريقه إلى المطبعة حسا فيه رغم إيداع قالوا لأنه ما فيه رغم إيداع سألتهم سؤال وهل كتب الجمهوريين فيها رغم إيداع ما كان فيها رغم إيداع لماذا نشرتم هذه الكتب نشروا عليها أساس كتب معرض جناح كامل خصصوه للجمهوريين ينشروا كتبهم أنا ما أعرف عشان كده بقول دي مؤامرة ومنعوا نشر هذا الكتاب هذا الكتاب الوحيد نعم. اللي هو الجمهوريون بين الوهم والحقيقة وأنا وزعت ماذا يتضمن الكتاب وزعت مجانا يتضمن نقد فكري محمود محمد طه بعد قليل سأعطيك نسخة منه إن شاء الله لو سمحت هذه هي النسخة يعني من الكتاب أو ممكن تعرضيه اللي هو الجمهوريون نعم. بين الوهم والحقيقة نقد موضوعي ما دخلت فيه آية ولا حديث نعم إلا ما ندر يعني ما شذ نعم اعتمدت على منطق محمود أنا أستاذ فلسفة نعم اعتمدت أقول هو في اطلعت على ما كتب نعم أقول هو في الصفحة الفلانية قال كده نعم. وفي الصفحة الفلانية قال كده إذن كده نعم. خلاصة الكتاب اللي خرجت بها محمود محمد طه يدعي الألوهية محمود محمد طه يدعي النبوة محمود محمد طه لا يؤمن بالقرآن ويعتبره موسيقى محمود محمد طه يعتبر الدين بدأ في الوثنيات كويس محمود محمد طه ينكر ختم نبينا عليه الصلاة والسلام للرسالة عارف أقول إيه محمد النبي وخاتم النبيين والمسيح الرسول وخاتم الرسل ما المسيح عيسى ابن مريم المسيح هو سماه المسيح المحمدي الرسول وخاتم الرسل ورسالته رسالة ولاية يعني نفسه ويتلقى رسالة ولاية يعني شنو يعني يتلقى من الله كفاحا ما بوسط يعني رسالة النبي صلى الله عليه وسلم انتهت بعهده الآن الرسالة لمحمود محمد طه نعم هذا الكتاب يعني يحمل نقد لكل ما قال وأنا تحديت به أكون معك وأكرر التحدي سواء دالي أو القرائي من هذا المنبر يجل مناظرة أو ينقد هذا الكتاب ما استطاعوا أصلا والكتاب هذا نشر مرتين
في كل مرة نشرت 19 حلقة في صحيفة الصيحة قبل ذلك ما استطاع واحد منهم يرد على هذا الكتاب. نعم يعني هو نقد لكل أفكار أفكاره أم هو لكتاب معين ومناظرة لكل فكري محمود محمد طه فكري كل فكري في هذا الكتاب يلا لعلمك. نعم كل فكري محمود محمد طه يرتبط بهذه النظرية. نعم لو جبت لي جملة واحدة من كتاب ما دي ذكاؤه هنا فرق. نعم لو جبت جملة واحدة أنا أرجع لك لهذه النظرية. نعم. فأنا أخذت النظرية. الكتاب ده بالمناسبة في الأصل هو 320 صفحة وأنا ضغطته في 72 صفحة عشان يكون سهل القراءة. نعم. يعني نعم. فهذا يتضمن فكر محمود كله ونغب لهذا الفكر بتمامه يعني. نعم نحن بالتأكيد ما يهمنا هو يعني هذا الجيل. نعم. يعني وكيف يمكن أن يكون القرآن هو منهج وأن تكون السنة هي أيضا منهجا لطلابنا عبر مناهجنا التعليمية. ما هي رسالتك التي يمكن أن توجهها ولمن؟ والله أول رسالة. نعم. ولسه مصير وجهها للحكومة وجهها لرئيس الوزراء حمدوك. نعم. وأقول له اتق الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة. نعم. هذا الجراي بعد ما أنا أوضحت له كل ذلك. نعم. أوضحت له أنه يتبنى عقيدة فاسدة عقيدة أستاذه الذي يدعي الألوهية الأمانة منه تقتضي لما جه هنا كان بيتكلم عن حكومة كفاءات. هذا الجراي يتحدث أنا كف في مجال المناهج. هي الكفاءة شنو بالنسبة للمنصب ده بالتحديد؟ أول شرط في مؤهلات الشخص. نعم. إنه يكون عنده دين وعقيدة صحيحة. نعم. كيف أنا أأتمن أبنانا أو أطمئن على أبنانا وتحت رعاية إنسان عقيدته أصلا فاسدة. نعم. فأنا الآن بوجهه بقول أول حاجة يبعدوا هذا الإنسان من هذا المنصب لأنه لا يصلح أن يكون تربوي ولا موجه في الأول كده هو اللي يقوم بتربية نفسه يعني صراحة يعني ويعتقد اعتقاد صحيح ده في البداية ثم بعد ذلك نشوف يعني يتعين. نعم. نعم. لك مساحتك يعني في المنابر وعبر نقدك وأيضا يعني كتبك كيف يمكن أن تستثمر مثل هذه المساحات وهذه المنابر للدعوة تجاه يعني أو صوب الخير والحق والفضيلة لا سيما فيما يختص بهذه المناهج ولا سيما أيضا للشباب على وجه التحديد. أنا طبعا الحمد لله أدرس في عدد من المواقع يعني. نعم. غير الجامعة. نعم. أدرس في عدد كبير من المواقع عندي مركز وكذا. نعم. أنا ما أتحدث بس عن الفكر الجمهوري. نعم. أنا أصح دائما عقيدة الشباب. تحدثت قبل ذلك عن سيداو وعن أثره وعن حقيقته. نعم. اللي أيضا برضه غايبة على كثير من الناس وتحدثت عن العلمانية ومعناها وتحدثت عن مفهوم فصل الدين عن الدولة الذي ينادي به الناس الآن. نعم. وهكذا يعني فالحمد لله نقوم بدور التوعية إلى حد ولكن للأسف مما جاءت الحكومة دي شعرت إنه المنابر الإعلامية يعني زي أغلقت أمام الناس. أنا دا أعرف أنت قلت ناس تبع النظام البائد. أنا ما تبع النظام البائد أصلا. أنا زول مسلم داعية. لماذا لا تفتح لي أو يفتح المجال لي لوعي هذا الجيل مثلا؟ نعم. أنا لا أطلب مال أصلا في حياتي ما طلبت مال في توعية أجيال. نعم. بالعكس. نعم. أعطي من جيبي. نعم. لكن الآن أنا أشكركم إنكم أتحتم هذه الفرصة لكن هذه الفرصة لا تتاح حصل لو مشيت أي تلفزيون ولا أنت تعلمين ذلك ما يتيحون لي هذه الفرصة. نعم. نحن يعني منبر للحق والسلام والفضيلة ولسنا يعني لتحجيم الأفواه. لك أن تتحدث كما تشاء والآن أنت تتحدث يعني يعني ما كنت تود الحديث عنه. سنفتح لك إن شاء الله منابر أخرى ولكن الزمن المتاح لهذه المساحة انتهى. نحن نشكرك جزيل الشكر على هذا الزمن عبر قناتنا. بارك الله فيك وجزاك الله خير يا بنتي.